الإسماعيلية. ومن الإسماعيلية ننتقل لمحافظة كفر الشيخ والزميل إبراهيم عزت. إبراهيم، حصاد اليوم لاستقبال العملية الانتخابية غدا في محافظة كفر الشيخ. صباح الخير شيماء. أقل من 9 ساعات بالتمام والكمال وتبدأ مقار الانتخاب هنا في محافظة كفر الشيخ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية هنا أقصى شمال جمهورية مصر العربية في دلتا النيل، حيث محافظة كفر الشيخ. هذه المحافظة التي لا يختلف حالها مثل باقي المحافظات من حيث إتمام الاستعدادات النهائية في هذه الانتخابات الرئاسية. بالأرقام هنا هذه المحافظة التي تحوي 10 مدن وبالإضافة ل 13 مدينة. أيضا هذه المحافظة التي استعدت استعداد كامل منذ قليل، تحدثت إلى سيادة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والذي يعني قال لي عن الاستعدادات النهائية ربما والتنسيق الذي يأتي ما بين اللجنة الوطنية للانتخابات وأيضا هنا المحافظة وأيضا الجهات الأمنية في هذه المحافظة. أيضا إذا تحدثنا عن المقار الانتخابية 14 لجنة عامة بتحوي 525 لجنة فرعية، ولكن عدد الناخبين 2,124,427 ناخب. إذا تحدثنا أيضا أمنيا يعني في طريقي من القاهرة ومنذ أن أتيت صباح اليوم وأيضا في مداخل هذه المحافظة، انتشار أمني مكثف في مداخل المحافظة وتحديدا أمام المقار الانتخابية. رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالاشتراك مع رجال الشرطة الذين تولوا مهمة تأمين هذه المقار الانتخابية، وأيضا عن استعدادات مديرية الصحة التي أعلنت حالة الطوارئ وإلغاء كافة الأجازات الرسمية للعاملين بها، وانتشار أيضا لعربات الإسعاف أمام المقار الانتخابية. إذن بحلول 9 من صباح اليوم سيبدأ الاقتراع ويستمر حتى 9 من مساء الغد، أيضا على أن يستمر لمدة 3 أيام، ولكن فقط من 3 حتى 4 يتوقف التصويت ليأخذ القائمين على هذه العملية قسطا من الراحة، و يعدون مرة أخرى في تمام 5. إليك مرة أخرى. نعم إبراهيم، يعني ابقى معنا، أنت في محافظة كفر الشيخ.